إلهي، أنا أتمتع بك كل لحظة من حياتي، إنك تحبني كثيراً، فأنت معي وقت فرحي، حزني، قوتي، ضعفي وألمي. لا أتعجب من تدبيرك لحياتي، فأنت ضابط الكل وتعمل لأجلي. لذلك أسلم حياتي بين يديك، تعمل فيها حسب مشيئتك الإلهية، لأن تدبيرك فاق العقول. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. أهلا بيكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. الطلبة بيعرفوا أنه أصعب اللحظات هي الامتحانات. طول ما احنا في الدراسة، وسواء دراسة المدرسية أو الجامعية، الدنيا ماشية وكويس وعلاقة طيبة مع اللي حوالينا، ولكن ساعة الامتحان بتبقى صعبة خالص. وعشان كده الواحد بيتكشف هو ذاكر أو ما ذاكرش. طيب يا ترى ماذا يحدث في الامتحان؟ وهل الله له دخل في الامتحانات؟ تعالوا نشوف. قصة بتاعتنا مع طالب بيذاكر كويس، طالب له علاقة بربنا، حب ربنا، مرتبط بربنا كويس، يعني يعترف ويتناول، يعني مرتبط بالكنيسة، يحب صلاة بالأجبية وإنجيله معاه كل يوم، إنسان عايش مع ربنا، وفي نفس الوقت هو أمين في مذاكرته، فكان بيذاكر باهتمام شديد ويذاكر بدقة عشان مش ينجح ويتفوق كمان، بمعنى يعمل كل اللي عليه إرضاء لربنا قبل أي حاجة تاني. الطالب ده استمر في الكلية بتاعته بيذاكر، وكان ربنا بيبارك له وينجحه بتقديرات عالية، يعني امتيازات، من كثر ما كان فعلا إنسان أمين في الدراسة بتاعته، وكمان متكل على الله. في أحد المواد دخل وكان امتحان شفوي، دخل الامتحان وكان الولد مذاكر قد ما قدر، وقال يا رب استر عليا أنا غلبان وخليك معايا. دخل كان فيه رئيس القسم قاعد واثنين ممتحنين خارجيين مش من الكلية، وبدأ يسألوا أسئلة، واللي ولد جو، وبعدين رئيس القسم بدأ يسأله أسئلة أصعب فرد عليه، بعد سؤال تاني أصعب رد عليه، سؤال ثالث أصعب ورد عليه. طبعا الممتحنين اللي قاعدين كانوا منبهرين بالطالب ده، ياه ده متميز، ما شفناش حد، اللي دخلوا كلهم لا أقل منه، ولكن هو كان كل ما يخلص سؤال يقول يا رب استر عليا، يوم يجي السؤال ربنا يرشده ويقول إجابة سليمة 100%. وانتهت الفترة بتاعت الامتحان وخرج من امتحان، وهو يعني بيقول يا رب خليك معايا. وبعد كده خلص امتحاناته وظهرت النتيجة، وراح يشوف النتيجة، لقى نفسه ناجح بامتياز في جميع المواد. أما المادة دي اللي جاوب فيها كويس لقى نفسه ساقط. تعجب، ساقط، ده أنا يا رب ذاكرت، ده أنا يا رب عملت كل حاجة، أنا فاكر إني جاوبت كويس في امتحان التحريري وامتحان الشفوي وفي كل حاجة، عملت كل حاجة يا رب،
ليه يا رب كده؟ ليه؟ وبقى مش عارف يلاقي إجابة. وقف محتار ورجع لورا شوية ومش عارف يعمل إيه، ووقف يصلي في هدوء. طلع حواليه داخلين طالعين يبصوا على النتيجة، ووقف على جنب مش عارف يعمل إيه. لكن أقول يا رب يا رب يا رب أنا غلبان، أنا متكل عليك. وبعدين شوفوا تدبير ربنا بقى، تدبير ربنا اللي مش ممكن حد يتوقعه. عارفين ايه؟ هو واقف كده لقى واحد من الممتحنين الخارجيين جاي يزور الكلية. ايه اللي جابه الوقت؟ ربنا. فعدى لقى الولد واقف، فقال له ها ازيك يا فلان، كان فاكره لانه ولد متميز يعني مش واحد عادي. ها ان شاء الله كنت نجحت امتياز. سكت. قال له ايه عملت ايه امتياز؟ قال له اتفضل يا استاذ اتفضل، بص بنفسك على النتيجة، انا اسمي فلان الفلاني. فبص ولقاه ساقط. قال له مش ممكن، دي المادة دي انا كنت قاعد فيها، انت المفروض تاخد النمرة النهائية، ايه اللي حصل ده؟ قال له مش عارف يا استاذ مش عارف. وبدأت دموع تنزل من عينيه غصبا عنه. قال له لا يا ابني لا يا ابني، انت ولد كويس، انا هشوف الموضوع ده، انا يا ابني جاي زياره مش على بالي، بس لا هشوف الموضوع ده، اطمن يا ابني ربنا هيمد ايده يا ابني، ده انت ولد كويس. الولد اطمن وخلاه ده يصلي كامل، يا رب ارجوك يعني انت اللي بعت الراجل ده، طب يعني صلى، انا مش عارف ازاي وانا مش عارف ليه سقط وليه حصل كده. ودخل الممتحن ده عشان يقابل رئيس القسم، وقابله وقال له انا جاي بالصدفه النهارده وعديت ولقيت انه فلان الفلاني طالب فلان الفلاني ساقط في الامتحان. هو ايه اللي حاجه اللي كنا انا كنت قاعد معاك في الامتحان، هو ايه اللي حصل؟ قالوا سقط. ايه؟ في ناس بتنجح ناس بتسقط. قالوا بس يعني ده كان متميز، ده كان شاطر بزياده يعني، ده ما فيش سؤال ما جاوبوش. قالوا اه سقط وخلاص. تعجب. الله، هو مصر كده ليه؟ قالوا بس يا استاذ انت استاذنا واحنا بنبجلها جدا، بس يعني ليه؟ ده الولد كويس. الله، انت بتدافع عنه ليه؟ الله، ما هو زيه زي غيره، في اللي بينجح واللي بيسقط. قال له طب ارجوك تراجع. قال له مش هراجع حاجه. خرج من عنده ومش عارف يعمل ايه، بس جواه اتغاظ اتشد. قال ليه الظلم؟ ليه الظلم؟ ظلم واضح. الله، من غير سبب؟ هو ايه؟ ماله؟ متضايق منه في حاجه؟ ايه اللي حصل بس ده؟ راح رايح بقى يشوفوا حاجه عجيبه، قلبه حركه، راح داخل على عميد الكليه ولقى العميد قاعد فعلا. قال له يا سياده العميد انا انتدبوني عشان امتحن. قال له ايوه، انا فلان الفلاني اللي من كليه كذا كذا، وجيت هنا عشان اشارك في الامتحانات. قال له ايوه. قال له حصل قدامي الاتي، انا كنت معايا ممتحن اخر خارجي ورئيس القسم فلان الفلاني، وامتحنا الطالب، والطالب طلع متميز مش شخص عادي، يعني امتحنت كل العيال، لا ده احسن واحد فيهم، ومش عارف بعد كده انا جاي النهارده صدفه داخل لقيت الولد ده في وشي، انا افتكرته لانه متميز. فهي قلت له هي عملت ايه امتياز؟ الولد لقيته دموعه بتنزل ومش عارف يرد، وشاور لي على النتيجة وقال لي اتفضل، أنا اسمي فلان الفلاني، ورحت لقيته ساقط. أنا عجبت، قلت مش ممكن ده، ورحت قابلت رئيس القسم. أنا ما أعرفش حد هنا يعني، لكن أنا قلت برضه أعمل اللي عليا وكلمته، وأفاجأ إن رئيس القسم واعي وفاهم، وكمان بيقول ويجرى ايه؟
طب بس ليه ده احنا شفناه متميز ابدا. فانا مش عارف، انا جاي اقول شهاده حق لان ما احبش الظلم. انا مش عارف الظلم ده ليه. عمل الله بقى تاثر، قال له طيب انا هشوف. راح متصل في الحال برئيس القسم زي يسأل، والممتحنين اللي كانوا معاك بيقولوا ان هو متميز. ازاي يسقط يعني؟ قال له معلش ما اي حد بيسقط. قال له في حاجه اسمها كده، متميز ولا لا؟ قال له لا مش قوي. قال له لا، اللي معايا بيقولوا انه متميز، انت ليه بتعمل معاه كده؟ قال له انا حر. قال له مش حاجه اسمها انت حر، ايه حر يعني؟ عشان رئيس قسم؟ ما الكليه ليها برضه عميد، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الظلم يكون موجود. الولد ده لازم ينجح. ايه اللي خلى العميد يقول كده؟ بصوا لربنا بقى. قال له ينجح يعني ينجح، ينجح يعني ده بالامر. ورئيس القسم اضطر يقول حاضر ونجح الولد. ايه اللي بيحصل ده؟ تغيرت النتيجه والولد نجح لربنا. مفيش تفسير للظلم، مفيش تفسير للنجاح إلا تدخل الله العجيب الذي لا يمكن تخيله. الله بيشتغل، صدقوني الله بيشتغل، هو بتاع الغلابة والمظلومين. خليك انت ماسك في ربنا واطمن تماما، الله مش هيسيبك أبدا. تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. إذا كان في ظلم في الدنيا، الظلم منتشر موجود في كل مكان في الدنيا، بس في ربنا. وأطلب ربنا وأقول له اتدخل يا رب أنا غلبان، من أجل اتكالك على الله، الله هيشتغل. ما تخافش، اتكل عليه، والله قادر أن يصنع المعجزات في جميع الأجيال. وبالتالي الله معاك، حتى وكان في ضيقة قبلك ربنا هيمد إيده وهيطلعك من الضيقة ويعمل كل حاجة معاك. عشان كده التدريب بتاعنا هو الاتكال على الله، اتكل عليه وما تخافش. لو الدنيا كلها مقفولة ربنا هيفتحها وهيكون معاك وتعيش مطمن. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.